يلا كاجري، هلأ صار وقت المسرحية. يلا بابيترا. بنتي حبيبتي، خير إن شاء الله. ردي علي بابيترا. ابني شوف شو بها. بابيترا بابيترا، مي، رجاءً حدا يجيب مي. بابيترا، أمي ليش وقعت؟ بابيترا اصحي. بابيترا بابيترا اصحي حبيبتي. مينك خانو، كنتك تعبانة ولازم ترتاح. كل نهارها بالمطبخ عم تطبخ، لهيك داخت ووقعت. نحنا لازم نروح. يلا يلا تفضلوا. بالإذن. بابيترا يلا قومي. بابيترا بابيترا، انت منيحة؟ قومي على مهلك. على مهلك. يلا قومي. أمي قليلي، أنت شو بدك فيها؟ بدك تقتلي ومو عرفانة كيف؟ لا يا ابني، كان بدي. بكفي أمي، أنا بعمري ما عارضتك وخالفتك على شي، بس هلأ خلاص. ماما ليش هيك عم تعملي؟ مشان شو؟ أنت تغيرت كتير ماما من لما تزوجت بافيترا عم تعذبيها، رغم كل هالخدم يلي عم يخدموا بالبيت. أنت بدك إياها تكون خدامة عندك. أمي هي بشو غلطت معك؟ شو ذنبها؟ هي بتعمل كل شي وما بتناقشك. لا يوراج، انت فهمان الموضوع غلط. لأنه ماما نيتها سليمة، كان بدي ياني أطبخ لرفقاتها، وهي ما كانت بتعرف أني ماني متعودة وأني رح دوخ وأوقع. بافيترا رجاءً لبقى تقاطعيني، لأنه أنت ما بتعرفي شي. بعدين ليش ساكتة؟ أمي عم تغصبك على الشغل لحتى بالأخير تتعبي وتدوخي، مشان بعدين تنبسط هي ورفقاتها. بس أنت ما لازم تنسي مشاكلك.